وبما انه كل سنه وانتم طيبين، وبدا اول يوم دراسه وبدات العمليه التعليميه يعني ككل، الموسم الجديد والعام الدراسي الجديد، عايزين نعرف يا ترى هل ترى ماذا كان في هذا اليوم. معانا على التليفون صديقنا وزميلنا العزيز الاستاذ شادي زلط المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني. منور يا صديقي. ربنا يخليك يا يوسف، مساء الفل. عامل ايه؟ مساء الورد عليك، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. كيف كان اليوم؟ والله الحقيقه ان اليوم النهارده يعني كان مبشر للغايه. الحمد لله. النهارده الحمد لله اليوم مر بدون اي يعني اي مشاكل او حاجات تذكر او اي تحديات او حاجه. في انتظام كامل في ال 12 محافظه اللي بدات الدراسه النهارده. فالامور ماشيه بشكل سلس الحمد لله. وطبعا النهارده كان في جوله تفقديه لسياده الوزير الدكتور رضا حجازي في مدرسه 6 اكتوبر الابتدائيه في دمياط. حلو. برفقه طبعا السيد المحافظ دكتورة منال عوض. والحقيقه ان الجوله يعني تضمنت عدد من النقاط اللي ركز عليها الدكتور رضا حجازي النهارده، وهما نقطتين اساسيتين. النقطة الأولى متعلقة بالتركيز على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال تحقيق نسبة 25% مشاهدة لقنوات مدرستنا. والحقيقة الدكتور وقف في فصل من الفصول وتابع بنفسه كيفية شرح المنهج الخاص بالبرامج التعليمية على القناة، وإزاي إن المدرس بيحاول يبسط المعلومات ويخلي الطلاب يتفاعلوا مع الشرح اللي موجود، ولو في اي اسئله او في اي استفسارات. دي كانت نقطه مهمه. النقطه الثانيه كانت متعلقه طبعا بتطبيق يوم الانشطه. والنهارده كان هناك في المدرسه كان يوم النشاط الرياضي. كان الدكتور رضا حجازي حريص على التعرف على التفاصيل الخاصه ازاي بيطبقوا اليوم النشاط الرياضي، وايه هي الحاجات اللي بيعملوها والتدريبات. فيعني الحمد لله النهارده يعني اليوم كان ماشي الحمد لله بشكل سلس. وطبعا الدكتور رضا عقب الجوله التفقديه عقد اجتماع مع قيادات التعليم بكافه المحافظ في المحافظه لاصدار عدد من التوجيهات تضمن سلامه العمليه التعليميه وانتظامها بشكل جيد طوال العام الدراسي. طبعا كان من اهمها طبعا الـ يعني توجيهات مباشره وصريحه بعدم وجود اي مشكله، لن يسمح بوجود اي مشكله في اي مدرسه من المدارس تعيق انتظام العمليه التعليميه، استقبال اولياء الامور بشكل منتظم وسلس، والتعرف على اي مشاكل خاصه بالطلاب ومشاركتها مع اولياء الامور. كمان التركيز على التعامل المدرسين مع فكره التغيرات المناخيه وازاي ادخلها في المنهج الدراسي. يعني كان في عديد من النقاط النهارده الحمد لله. يعني الجوله كانت شامله وواسعه، والانتظام العمليه التعليميه كاول يوم شيء مبشر للغايه الحمد لله. طيب حلو جدا. طب شادي انا استاذنك في ثلاث حاجات. اول حاجه هي انا مش متاكد اذا كانت لسه موجوده ولا لا، اللي هي مجالس الاباء بتاعه المدارس. اذا كانت لسه موجوده يبقى خير وبركه، فاحنا عايزين نفعلها اكتر. اذا كانت مش موجوده عايزين نعيد نشاط مجالس الاباء جوه المدارس. بص يا يوسف، هو في طرح حصل. يعني لو كنت متابع توجيهات الدكتور رضا حجازي خلال اليومين اللي فاتوا في المؤتمر الصحفي، ان في تقييم شامل هيحصل للطالب من طرفين، المدرسة وأولياء الأمور. أولياء الأمور هيبعتوا للمدرسة هم شايفين ابنهم إزاي، إيه نقاط التميز عنده ونقاط الضعف. كويس. وكذلك المعلم هيبعت لأولياء الأمور وقولوا لنا عرفونا إيه المشكلة اللي عند الطالب عشان نقدر نعالجها. جميل. وإحنا شايفين إيه في الطالب، يعني عرض نقاط التميز من قبل ولي الأمر ومن قبل المعلم. فالتشارك ده هيساعد ما بين الناحيتين في ان الطالب يعني يبتدي يتم التركيز على النقاط التميز بتاعته ونقاط الضعف لمعالجتها. واعتقد ان دي هتبقى نقطه كويسه جدا وايجابيه جدا الفتره الجايه ان شاء الله. يا مسهل الحال. هي بس المساله بتاعت مجلس الاباء دي بتبقى مفيده، انه لو افترضنا انه يبقى في ولي امر ممثل عن كل دفعه،
فيبقى في حتى ولو اجتماع مرة شهريا مع مدير المدرسة، فيتناقشوا مع بعض في الأمور المشتركة، يتناقشوا مع بعض في الأمور اللي قد يكون فيها اختلافات إلى آخره. فدي بس أول نقطة. تاني نقطة هي المسألة بتاعت احنا هنحتاج ان احنا نشدد جدا على المعلم الفاضل انه يعلم الولاد ازاي يحلوا المسائل بتاعت الرياضيات، معادلات الكيمياء الى اخره، باكتر من طريقة. يعني ما يديش طريقة واحدة، يساعد الولاد على ان هم يبدعوا ويفكروا ويبقى الافق دايما مفتوح. الحقيقه يوسف ان يعني كان توجيهات الدكتور رضا خلال الاسابيع الماضيه كانت مركزه بشكل دقيق جدا على نقطتين يعني مهمين جدا خاصين بالمعلم. النقطه الاولى هي يعني منحه كافه المزايا التي تضمن له التدريس بشكل منتظم وامن وبما يحفظ مكانته و ويليق بمكانته التعليميه. وطبعا ده احنا لاحظناه في الشعارات الخاصه بالمعلم الموجوده على المدارس وتصريحات الوزير خلال الفتره الماضيه. النقطه الثانيه برضو واللي انت اتكلمت فيها يوسف دي مهمه طبعا، هو فعلا الدكتور رضا حجازي اكد عليها ان يتم التدريس للطلبه باداء مختلف عن ما عما كان يتم خلال السنوات الماضيه. يعني يبقى في اسلوب ابداعي، في اسلوب في المزيد من العمق والتفاعل مع الطلاب بعيدا عن فكره التحفيظ او مجرد شرح المنهج فقط بدون اي تفاعل او ابداع او مشاركه الطالب ان هو يحاول يقدم كمان الافكار اللي عنده فيتعرف عليها المدرس. دي نقطة مهمة جدا يعني بإذن الله إن شاء الله يتم تنفيذها بشكل جيد السنة دي إن شاء الله. بإذن الله. طبعا هي النقطة الأخيرة دي مش محتاجة مناقشة قوي، بس أنا عارف إن دكتور رضا يعني يحب الحاجات دي جدا، يطب كل شوية على محافظة كده هتبقى جو حلو، يطب فجأة السلام عليكم أنا جيت. يعني دي بتفرق كتير جدا معانا حتى كأولياء أمور، وبتفرق أكيد مع إدارات المدارس إنه يبقوا عارفين إن الوزير ممكن يجي في أي لحظة. خليني أشكرك مرة تانية صديقنا وزميلنا العزيز أستاذ شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم.